يلي بده يتحدى هي الحارة من عدة، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدة. مصيبة انت حطيت حالك فيها. لك يا بخت، اجى ابو دران عندي وحكى لي عن قصة صارت بينه وبين حرمته، وعد بده يقنعني انه مصدوم وبريء والشغلة صارت غصب عنه. يعني هلا هو قاتل حرمته وهربان، يعني في جريمة بنيت حالك فيها يا حمار. يستر على حريماتك، داخل على الله وعليك تلاقي لنا حل هالمصيبة. اكيد قوم اللي عم تخلط. يلا قوم قوم. الحمد لله على السلامة يا ابني. عليك السلام يا خاطر. الله يبارك. الف الحمد لله على السلامة يا ابني يا خاطر. الله يسلمك شيخي. والله اشتقنا لك يا ابو الخواطر، طولت علينا الغيبة. والله وانا كمان اشتقت لكل اهل الحارة. طمنا حكيم، شلون صار؟ طمن عمي ابو بشير، كشفت عليه وما في احلى من هيك. اخ اخ عال، والله انبسطنا كثير. يا ميت اهلين وسهلين. يعني وقفتكم معنا ما راح انساها بحياتي. الله يدين المحبة بيناتنا يا ابو خاطر، وان شاء الله بتفرج على الجميع عن قريب. امين يا رب العالمين. ابو خاطر، وصلتك المعونة تبع سيد مأمون؟ ايه وصلت، وصلوها الشباب اللي عندي على البيت. لقيتوا الزلمة كتير منيح وقلبه على اهل حارته. مين السيد مأمون يا بي؟ دايلي محاتي. الله معك ابن عمي. ديري بالك على البنات، الله يرضى عليكي. خلي عينك من حاتي. الولاد بعيوني التنتين. الله دير بالك على حالك، تروح ترجع لنا بالسلامة يا رب. وحدي الله، وحدي الله، شبيك بعرفك أقوى من هيك. لا تخليني يروح وبالي مشغول عليك. فوتي ربي حسابي، الله يرضى عليك. فوتي الله يرضى عليك. يلا يا أبي. خاطركم. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. ديروا بالكم على أمكم. ميسر يا أبي، الله يخلينا إياك ويحميك ويعمي عنك العين. شريفة،
في جسر بيتي يا ابي بغيابي، ديري بالك. الله معك ابو حاتم، سلم على الشباب. الله يسلمك شيخي، دعينا يا رب. خاطرك ابو مرسل. مع السلامه جاري، الله يكون معك. ابو حاتم برضاي عليك، اذا وصل خبر عن بشير بفلسطين خبرني، حاكي قلبي على نار. بشير ابني بإذن الله، بمجرد ما وصلني خبر عنه أنا بشواربي بيجي لعندك، بشواربي يا بشير يا غالي. حيو أبو قاسم شيخ المراجل. الله يحميك بحماية يا أبو حاتم، أنت والشباب يرد لنا إياك سالم غانم. الله معك عمي أبو حاتم. يرضى عليك يا خاطر، الحمد لله على سلامتك. ولو انه كان واجبي اني اجي لعندكم على البيت وهنيك بسلامتك، بس مثل ما لك شايف، العين بصيره والايد قصيره، بس لعيونك الايام جاي. شو هالحكي يا عمي؟ انا لازم اتشكركم واحد واحد لانكم وقفتوا جنبنا. يا صهر، العيال أماني برأيك، دير بالك عليهم. حيكونوا بعيوني عمي، بأمان الله. شو عمي يا صهر؟ شرف عمي أبو حاتم، شرف لأمن عليك لأطلع برات الحارة. يا رب. الله معك أبو حاتم. يا حيف يا أبو حاتم يا حيف. معقولة؟ معقولة طالع برات الحارة بدون ما تبعت وراي لأجي ودعك؟ ليكك ما شاء الله حولك، تعرف أصغر صغيرة بالحارة. اللي بحب الناس بيهتم بأموره يا أبو حاتم، يعني طلعتك برات الحارة وروحتك لعند الشباب بالغوطة، هي مو صغيرة، مو صغيرة يا أبو حاتم، هي كبيرة. ميسرة يا أبو حاتم، ميسرة. كتر خيرك على اللي عم تعمله مع أهل حارتي. واجبي وبعمله بلا منية يا بحاتم. بالمناسبة تقدست لك على أبو شهاب وعرفت أنه محبوس برواد. برواد؟ الحمد لله، الحمد لك يا رب، هلأ أرتاح بالي. على كل حال كتر خيرك على كل شيء عم تعمله مع أهل حارتي، وجميلك هاد دين برقبتي. الله معكم يا أبو حاتم، وإلهي ينصركم على أعدائكم. تسلم مأمون بيك. شرف عمي عصام. سيد محمود، شرف، خلينا نكسبك على كاسة الشاي. شو علي يا نوري؟ تعال ترزق وبيع معروف هون بالحارة. الله يخلينا إياك يا مختار، والله فضلت على راسي من فوق. وما بدي نبهك، هون بتكون آدمي وبحالك، وما حدا من أهل الحارة بيقرب ناحك. لا يا مختار، الله وكيلك، أنا بعد ما سرحوني من الداخلية ما عاد بدي شيء من هالدنيا غير أني ربي أولادي بالحلال، واركي رب العالمين بيغفر لي وبيسامحني. لا تصدق يا نوري، ما في أحلى من لقمة الحلال بهالدنيا. سيك نوري، بكره بتشتري مفرش وكعك ومعروق وبتبلش. كتر خيرك يا مختار، والله فضلت علي من فوق. فضلنا على حالنا، روح هلا تيسر على بيتك، ومن بكره الصبح قول يا كريم. يا كريم يا رب، كتر خيرك يا مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين كان متوقع انه يصير بنوري هيك؟ الله كبير يا مختار، الله كبير. اللي شو اخبار حاره الضباع؟ بدنا نأمن لهم شويه اغراض اليوم. لا لا مختار، ما في داعي نأمن لهم شيء،
مأموم بيك فوت لهم على الحارة كل أغراض اللي بالدنيا. عال عال الله يزيل خير. صباحوا على خير يا جماعة. وين مأموم بيك؟ لسه ما شبعنا منه. والله بدي روح نام يا أبو قاسم. حاكم أنا من أتعود على السهر. سيد مأمون اسمح لي أشكرك باسمي واسم أهل حارة الضبع على المساعدة الكبيرة اللي قدمت لهم إياها. والحقيقة هذا عمل كبير والشكر الجزيل ما بيعطيه تمام حقه. أنا بين أهلي وأحبابي يا شيخ عبد العليم، وبين الأهل والأحباب ما في حساب. وصلوك مصاريك يا أبو مرزوق؟ إيه وصلوني كثر خيرك يا بيك. يلا أصبحوا على خير يا جماعة. الله معكم سيد مأمون. شو هالمأمون بيك؟ بنشرب مع المي العكرة. الأصيل وابن العز من وشه بيبان. صدقت يا حكيم، ابن العز بيبان من وشه. أخي خاطر أنا جاهزة. يلا أختي جاي. عم أقول لحالي أختي إنه خليها ليتأخر الوقت شوي. أخي هلأ ولا بعدين؟ هالندر اللي ندرته كرمال قومتك بالسلامة لازم أوفي، تقبرني أنت. الله لا يحرمني منكم. هاتي لشوف أختي. شرفي. بنقرا الفاتحة جوا، فوتي. ليش اخي ما في حدا جوا؟ لا ما في غير الشيخ عبد العزيز، فوتي اختي فوتي. Quel est votre avis d'accepter la proposition de monsieur Mamoun? Car vous savez bien monsieur, les saccageurs ne se rendent pas si facilement. Voulez-vous qu'on soumette aux saccageurs et qu'on accepte leurs conditions? Alors que nous possédons la deuxième plus grande armée du monde? Soyons clairs, monsieur. Le problème sur le terrain est tout à fait différent. Car si nous combattons une armée régulière comme la nôtre, alors je vous jure, ils ne pourraient résister devant notre force que quelques heures, pour n'y pas dire quelques minutes. En réalité, nous faisons face à une bande des voleurs, des saccageurs, qui nous attaquent d'une manière inattendue et qui nous tentent de pièges. Ainsi, on a plus de pertes et d'hésitation dans nos rangs et plus d'audace et d'obstination dans les leurs. Je vois ce que vous voulez dire. C'est pourquoi, avant de commencer à traiter avec ces démagogues, nous devons attaquer certaines de leurs positions à Al-Ruta. Je veux qu'on négocie à partir d'une position beaucoup plus forte. Entrez. Un télégraphe, monsieur. Il mérite la sentence de mort. عاملين لي قطاعين طرق. بدك تشتغل مشلح لك معتز؟ اوك! الإيد الوحيدة اللي بيسمح ما تزدم مد عليه هي إيد أبو عصام الله يرحمه. بس هاي الإيد تنباس وتنحط على الرأس. لو كان أبوك عايش الله يرحمه كان رضي باللي عم تساويه؟ خلطنا منك السماح يا ابو حاتم، وانا بوعدك اني رجع المصاري لاصحابهم والليله. الله يرضى عليك جل الذي لا يخطئ. Oh.
هلا يا مدراع؟ معقول هالواطي ما يجي؟ الواطي بيعملها. الله معك حق يا ابو النار. وين ابو ران؟ ماني شايفها. جوا عم تنايم ولادها مثل العاده، بتكون نامت معهم. الله يجزيها الخير لبنت ابو خاطر. بتعرفي يا لطفيه، انا مبسوط كثير لانك لقيتي مين يردع سعاد الصغيره. والله الزهره ما في مثلها، كتر خير. اي والله الحمد لله دايما. صحتين يا مو، وين رايحه؟ ساري معنا. تعبانه يا مو، بدي اطلع على السطح. يا بنات ضبوا الاكل، ما تنسوه مثل المره الماضيه. حاضر. وضبوا الخبز منيح. تصبحوا على خير. وانتي من اهلا يا مو. وانا كمان شبعت. صحتين. الحمد لله، الحمد لله يا رب. من زمان الواحد ما اكل هيك وشبع. صحتين ابن عمي. بس بعد هالعشاء الواحد بده تحلاقي، مو هيك بدهم؟ لك يسلم لي الخجلان ما احلاه. الحقيني قوام. شو هدى خانم؟ بدي لم السفرة لحالي يعني؟ شو هالعيشة؟ يصلحك يا خاطر، ليش ما خبرت ابو صياح على الشيء اللي عم تعمله بجزير؟ شو بدي اقول له يا بي؟ اذا هي مو خايفه على حالها؟ قل له عم تطلع بالليل وتتصيد عناصر الدرك. انا خايف عليها كثير يا بي. جزير طيبه وحنونه، ما بتستاهل لك الخير. من بكره بتحكي هالكلام لابو قاسم او الشيخ عبد العليم. الحرمه لها فضل عليك ولزوما ترد لها جميل. فهمت علي؟ هو هيك يا بي، هو هيك. الله يحميك يا أم جوزيف، الله يحميك. الحق يا عمي أبو حسن، الحق يا جان. شو في يا عبدو؟ العسكر الخيالة صاروا قريبين كثير من هون عمي، والهيئة ناويين على الشر. اجمع رجال يا فتحي وقول لهم كلهم يطفوا النار لأنه عباية. العيونة وين لمحتهم؟ نواحي الجسر. معناها تقربوا. ليلة لكم يا رجال، لازم يعرفوا إنه هاي الأرض محرمة عليهم. قولوا هوا اليوم ما قتلون. يلا قولوا الله يا رجال. راح نربط لهم عن تنب الحفرة. قولوا الله يا رب. يا الله. في اعدام اليوم؟ ايه. كم واحد؟ واحد. شو اسمه؟ ما بعرف، بس بيقولوا له ابو عبده من حاره الماوي. بس ليش عم تسال؟ لا لا، ما في شيء، ما في شيء.
الله أعلم. الله أعلم. يا رب بدخيلك. الله يستر. حكيم عبدو. كرمال الله يا حكيم، هاي شهدت عندك المضبوطة. خير شو في عبدو؟ علقنا علقة مع الدرك الله مولاها. صبح متصاوب يا حكيم، متصاوب بين الحياة والموت. مشان الله يا حكيم. يلا 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 غوص. يلا. يلا. يعني أبي هربان وصهري مختفي وانت وين رايح؟ شو بده يصير معك؟ ما بعرف يا حميدة، هذا واجبي ولازم روح. وانا ما فيني اقول غير الله يحميكم. حمزة امريني، اذا شفت ابي سلم لي عليه. لو انه حميدة بتبوس ايدك وقل له انه نحن رافعين راسنا فيه. تكرم عيونك، بس يطلع الضو روحي عند بيت اهلك وخاطرك. الله معك. في حكم صادر من المحكمة العسكرية الفرنسية بحقك بتهمة حيازتك للأسلحة وقتلك لبعض أفراد الدرك الفرنسي في أحد أحياء دمشق، والحكم هو الإعدام شنقا حتى الموت. تفضل شيخنا، تفضل. قول يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انطق بالشهادتين يا ابني، انطق بالشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إكزيكسيون. نفذ الأمر. طمنا حكيم. طمن عمي، جرحه براني كلها ساعتين وبإذن الله بفز مثل الحصان. الحمد لله. طمني عمي، إن شاء الله ما راح يكون شهداء. استشهدوا من عنا اثنين بس رديناه اللي بعد الجسر، وراح لهم أكثر من 10 قتلة. وكيلك الله سحبوهم من بين إيدينا. خليني أشوف اللي توفوا مشان أكد لك حالة الوفاة عمي. شرف حكيم. يلا.
على راسه. سمعوه اللي ضايع عليك خليك جنبه، واذا اعتزت شي صرخ علي. امرك عمي ابو حاتم. ايه سمعوه. شلون صرت؟ تمام اطمن. عمر الشاي باقي. طمني كيف الشباب؟ الحمد لله كلهم منيح. بس استشهد ابو ريشه وابو ياسر. الله يرحمه. شو بنا عمي ابو حاتم؟ كلها مكون وخايف عليكم. أهون علي تروح عيني من عيوني ولا ينصاب واحد بيناتكم بخمش صغير. دخيل الله اللي خلقك عمي أبو حاتم، أنت هيك على طول قلبك كبير. ما طمنك الحكيم على عيالك عمي؟ لسه ما عاد معه. طيب روح عود معه عمي، روح عود معه واطمن على عيالك. والله بدك ما تواخذني يا سيد مأمون، أنا ما بعرف وين مطرحهم بالغوطة ولا وين هن متخبئين، وبعتقد ما في حدا بالحارة بيعرف وين مطرحهم. طيب يا شيخي، يعني أنا شلون بدي تيجي معهم؟ أنا بحاول أوصلهم الخبر أنك عاوز تقابلهم وتحكي معهم. بس بخصوص شو يا سيد مأمون؟ بخصوص علاقتهم مع الفرنساوية، أنا حكيت مع الجماعة، هم ما عندهم مشكلة يحلوا الموضوع بشكل نهائي، بس حطوا شوية شروط. الرجل الصالح يأتي بالخبر الصالح، وأنا بإذن الله بأسرع وقت برد لك خبر. وأنا عم بستنى جوابك على أحر من الجمر يا شيخي. هي صار اليومين عم بشتغل فيها، شو فيها حلوة؟ لك يسلم إيديكي، والله شي حلو. بس بدي أقول لك شغلة دلال. اسمعي، لديارة على حمادك، مو تعبي لي حالك أنتِ. إي بس حماتي ما بتقصر، بعدين هي اللي شرت القماش وعم تساعدني فيهم كمان. بس أنتِ ريحي حالك، لأنه بعرفك بتزيديها. بدك الصدق أختي؟ والله حماتي ما عم تقصر معي بنوب، إيش هاي لشغل البيت كله وما عم تخليني قيم كاسة. لكن حبيبتي شو مفكرة حالك لكن قليلة؟ بعدين تدللي لك شوي قبل ما يجي الصبي، لأنه بكرة بس إجا بصير الدلال كله لإله وأنت بتعدي على جناب. لا أبوران، مرت عمي طيبة كتير وبتحبني، وأنا عندها بمعزة إبراهيم الله يرحمه. بوران دلال، تشربوا القهوة هون ولا بأرض الديار؟ لا تقبريني مرت عمي، حابين نشربها معك بأرض الديار. يلا أمي يلا. الله لا يوافقك على هالعملة، انت ما بدك تتعلمي بقى؟ ليش مرت عمي انا شو ساوي؟ هيك حرقتي الرز؟ انا كم مرة قلت لك بس تنشف مية الرز بتوطي تحته؟ لمين طالعة ذكية كل هالقد؟ والله يا مرت عمي ما كان قصدي انه احرقه، هو انحرق لحاله، بعدين الرزات مانو مزراف لانه انا وطيت النار بس النار ما وطيت، شكله الببور عطلان. والله مخك اللي عطلان. مرت عمي مرت عمي، نظفتي اوضتك وعملتي اللي قلت لك عليه؟ شو لك يا مرت عمي؟ وعرفت شو اللي كان طالع ريحته بالأوضة؟ الظاهر استطلت فيه مغيرة لبنتها ونسيان الخرقة الوسخة تحت التخت. إن شاء الله قاعدة معافيتي إذا فتت على أوضتك أو دستها، بعدين أنا منين تبغير لسعاد عندك شو بيعرفني حبيبتي؟ الظاهر بلشتي تخرفي درتي، شو نسيتي إنك مبارح المساء غيرتي لسعاد بإيدك؟ خلصنا بقى أنت وياها، والله صرعتوني، لسه قال لي لألك مثل الردادة والنواحة. لك تضربي منك إلى لك شغلة ما بتعرفوا تشتغلوا بهالبيت، روحي نضبي انت وياها بواتكن وما تطلعوا ليجي عصام، وانا بعدين بعرف شغلي معكن. نلعوا من وشي يلا. مأمون سألك كيف بدي اقابل ابو حاتي؟ ايه والله يا ابو قاسم، وقال ضروري ضروري يكون لقاء بيناتهم اليوم. ليش ما بدنا؟ الظاهر في نية تسوية بيناتهم وبين الفرنساوية. الله يسمع منك يا شيخي. سمعت خالي؟ بدي اياك تروح لعندهم وتقولون هالحكي اللي سمعته، وقبل منها بتمرق لعند المختار وبتبلغه بالحكي اللي قلنا عليه خاطير. صار خالي صار. يا الله يوفقك لا تنسى، انا خايف على ام جوزيف كتير. عصام قول لابو حاتم يكون لقاء بيناتهم بمكان امن وبعيد عن محلهم. شو هالحكي؟ انت شاكك بمأمون؟ اعوذ بالله، بس صدر العاقل صندوق سره، والحيطه والحذر واجبي يا ابو قاسم. قول الله خالي تيسر. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم الله. وقتك مضبوط. لا يعدم الصبور الظفر وان طال به الزمان.
يا جماعة يا جماعة، مأمون ابن كامل الضبع مات وشبع موت، هالزلمة كذاب ونصاب. تقي الله محمود، الزلمة معه وراح حكومية وكوشان تثبت شخصيته. انت قلت هلا وراح حدا بيصدق وراء الحكومة؟ ابو محمود حاجة تخاتل علينا. بشير الله يخلينا اياك، اعطينا كم رغيف خبز ليش جوري. لك العمى ضربك، مالك شايف ما في خبز؟ ما في خبز هالحا، ما في خبز. لوك روح روح بدر روح. شو بدنا ناكل اليوم؟ لا حول ولا قوة. شو فينا لفوزيه؟ اهلين ابو الطيب. اهلين فيك ابو حسن. لا تواخذنا عمي، متعودين عليها. خير ابو الطيب؟ جيتك لعنا لهم ما لا عاجبتني منوب. جيت لعندكم مشان ابو عبدو وموضوع هربته من الحبس. مزبوط، بس نحن لهلا ما امنا لك المصاري اللي طلبتون. ما بقى في داعي يا ابو حاتم. ليش ما بقى في داعي؟ ابو عبدو عدموه اليوم الصبح. عدموه؟ رحمه الله عليك يا ابو عبدو. انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله عليك يا ابو عبدو. بقى يا ريت تبعتوا حدا يخبر اهل حارته، اذا حبوا يستلموا الجثه هي موجوده بامانات السجن. انا لله وانا اليه راجعون. ويرحمك يا ابو عبدو، ويرحمك يا ابو عبدو. الحمد لله جرحه براني. هيك لك كانت علقانه امبارحه بالليل. شلون عم يبعثوا مراسيل مشان يتفاوضوا ويسووا المساله مع ابو حاتم والشباب وهن رايحين يضربوه بمعقلهم؟ ان الله لا يهدي كيد الخائنين. قل لك على شغله شيخي، وبالنهايه هدول عم يلفوا ويلعبوا فينا على كيفه. فتحي الله يرضى عليك، روح اسرج لنا الخيل، خلينا نوصل صبحي على المغاره. لعيونك عبدو. رحمة الله عليك يا أبو عبدو، رحمة الله عليك يا حبيب القلب. عدموه لأبو عبدو؟ إيه والله لك عصام، عدموه لأبو الكلب. يا لطيف يا لطيف، حاولوا يهجموا عليكم بالليل والصبح عدموه لأبو عبدو. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما قلت لي ابني انت مشان شو جاي لهون؟ مأمون بيك طالب بيقابلك عم يا أبو حاتي. مشان شو بده يقابلني؟ مشان المفاوضات مع الفرنساوي. احنا ما بدنا نفاوض حدا، وبتقول له يبلغهم انه هلا وعنا قريب كثير بدنا ناخذ بتارنا لابو عبدو. ري عليك ابو حاتم، هذا اللي كنت مستنيك تقوله. لا يا ابو حسن، مو نحن اللي منفرط بدم اولادنا لو على روحنا. طالما العمر واحد والرب واحد، وبيقولوا انه الإدعشري الله يرحمه هو اللي سرق الذهبات من بيت ابو ابراهيم الله يرحمه، ولحشهم فوق جثه ابو سمعو اللي لقوه بحوش جده الله يرحمه كمان. لك معقول هيك أب بدر؟ معقول هي الحكاية اللي عم تحكي لي إياها؟ والله يا مأمون بيك أنا هيك سمعت القصة، شي إنه ما حدا بيعرف اللي صار غير رب العالمين وعمك الزعيم أبو صالح الله يرحمه، والحكيم أبو عصام كمان الله يرحمه، والعقيد أبو شهاب ما بعرف. طيب وشلون اختفى أبو شهاب من الحارة؟ شوف يا سيدي، بدي أحكي لك كل شي مطقطق. السلام عليكم. هذا بعد ما علقت المعركة على باب الحارة وراح هذيك الحسبة من العسكر، تاني يوم طلع فرمان وسكروا الباب ولا عاد خلوا لا حدا يطلع ولا حدا يفوت على الحارة. أبو هلال جيب كاسة ليمون لبدر خليه يروي دماته. حاضر. الله يخليك أبو هلال، اعملها بكاستين شنو كتير عطشان، وحدة عني وحدة عن فوزية. على راسي. الله يزيدك من نعيمه يا مامون بيك، صدقني أنا أول ما شفتك كتير حبيتك. وأنا كتير حبيتك، ما بتصدق قديش. الله يخلينا ياكن، الله ما كذبني وعلى قولة مرتي فوزية القلوب عند بعضها. ايه ايه عند بعضها القلوب. أب بدر أمرني. كمل لي حكاياتك. معلش أخذ تفاحة. خذها وكمل حكاياتك. هذا يا سيدي هلا هدول اللي طلعوا معنا معلمي. ايه شو علي يا بي، روح شوفه ايش كان عجبوه لنعمل له حمل. مشي معلمي. تيسر عمي تيسر. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. شو صار عم تستغفر ربك ابو دراه؟ حرقنا يا اخي، بستغفر ربي لما بدي. 100 مرة بستغفرك يا ربي 100 مرة، بس بدي افهم وين اللي على اساس بده يجي لعندي مباري؟ مباري؟
امبارح لكن بكره مو قلت لي بعظمه لسانك انك جاي لعندي؟ شرف معي بس لوين بدنا نشرف؟ شرف معي هلا بقول لك شرف. اسمعوا لنا مس شبن ابو ترغاه لسه ربك ما خلوا اللي بده يضحك علي وياسمني على حبيتي ايوا مين بده يضحك عليك وياسما؟ هذا اتفاق بيناتنا ابو ضاي ولو اتفاق بيناتنا اسمعوا له اذا بدي اشوف هالخلقه النسه مره ثانيه بدي ادحك خنجر بين عيونها خليك تزلغط زلغطه درمين من هون درمين ولك الله يسامحك ابو ترغاه الله يسامحك شيت الا انه جثه المرحومه مرتا لساتها ملقحة محلة عبال ما تلقح جنبها أبو دراع هشوف مين رح يزلغط بالآخر هيدا مو هلا كنت بالغوطة وبلغوني إشي خبرة رحمة الله عليك يا أبو عبده رحمة الله عليك يا أبو عبده ريب حياتك مختار في شي تاني بدي خبرك يا خصوصا جوزيف لكن على ابوك يا ناموس وابو كل عليل ناموس يا ناموس جيتك سلام عليكم عليكم السلام شبن عقيل انت كمان شو ما عم ترد علينا السلام عقيل اني مثلك ما برد عليه السلام لا 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 يا عقيل هيك عم توصلني كثير ها؟ ولك العامة بعيونك كل ما أقول عرت تعمل لك حملة تنفسها الله يسامحك بتمون بتمون على الرابع أكيد مش داخل عليك ما تحكي شيء قدام أبو الحكام هذا شأنه سبع شطلات أبو الحكام مور عقيد تعال شوف تعال سيك روح جيب لي 100 كيلو حديد في عنا حديد خير الله عقيد بعرف إنه في عنا حديد خير الله بس خايف يغلى الحديد بهالكم يوم لانه في عندي طلبيه مستعجله يا امرأة يلا السلام عليكم السلام احكي لنا شو بدك ولا شو بدي شو بدي يعني عقيد فرصه واجت برجليها لعندي لك فرصه شو انك تتقسم البيت مع ابو ذراع هيك كنت مفكر بس ابو ذراع نصب علي ولاوي ناوي ياكل حقيها لك انت ضحكت على ابو ساطر وابو ذراع وإذا اثنين هلا حطوا ايديهم بايدين بعض لينفوك لسابق أرض اللي بجنارة اللي بجنارك عقيد تخلصنا من هالمصيبة الله يلعن الشيطان وشاته لك لسه كل ما وعدت مصيبة مثل ايدي بجنارك لا عقيد ما له غير الله وغيرك ما له غير كلك تركني مخمخ واصفر شوي بركي بلاقي لك شي حل ما بيصير هيك يا جناب الكومندان يعني نحن عم نحاول نهدي النفوس شوية وانتو عم تشعلوا النار ليش؟ بصراحة اليوم بالبلد في مناشير وعم تدعو الشعب للإضراب العام هذا غير الخطب اللي بالجوامع وإذا ما هديتوا الوضع شوية اي والله الشام كلها بتشعل لازم يعرفوا هدول الناس انهم عبارة عن بند إصابة من المخربين والمجرمين ونحن كادرين انه نقضي عليهم بساعة ساعة واحدة أني مخربين يا جناب الكومندان المخربين اللي عم تحكي عنهم ثلاث ارباع الناس معهم وبيساعدوهم إذا طلبوا منهم عيونهم مسيو مامون نحن هون بنمثل فرنسا وفرنسا إلى هيبتها بالعالم كله يعني ما لازم نتساهل مع هيك مخربين شو ما صار أهلا وسهلا بالمختار الله يبارك فيكي أهلا وسهلا بأبو فارس أهلين ست أم جوزيف شلونك؟ نشكر الرب عايشين بنعمه وبفضله وانت كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين شايفتك مالك على بعضك وشك مقلوب مثل المرقدة الملدوعة شغيله أبو عبده خالتي أم جوزيف يمكن تعرفني الفرنساوية اليوم
عدمه وراح المختار يا ام جوزيف ليستلموا ما كانوا يسلموا يهنا. وليش ما سلموك يا؟ قال من شان ما يصير بلبله بالبلد. ام جوزيف خاطر خبرنا كل شيء. شو خبركم؟ خاطر خايف عليكي، طلعتك بالليل وانك تصطادي عسكري واقف على جنب وتاخدي باروتو، يعني ممكن تمرق مرة مرتين بعدين شو إلا توقعي بإيديهم. كل شب عم يروح من عنا بيسوى جيش فرنسا كله يا مختار. ايه معك حق، بس انت هيك عم تعرضي حياتك للخطر. يا سيدي يلي مكتب له عمر ما بتهينه شدك. انا بعرف انه قلبك قوي وما بتخافي إلا من اللي خالك، بس انا بدي منك تهدي وتركني، لانه انت بهالعمر لازم ترتاحي وتعيشي بسعادة مع حبايبك وجيرانك. الضحكة راحت من زمان ونسيناها، وحق هالشباب يلي عم يقتلوهم برقبتنا يا مختار، من أبو يوسف لأبو عبده لكل شاب من شباب الشام. وين عم تخبي البواريد؟ بالأوضة، وصاروا أربعة، وعهدا علي، عهدا علي لحتى يصيروا عشرة بالتمام، خمسة كرمال عيون أبو يوسف وخمسة كرمال أبو عبده. ياللي بده يتحدى هي الحارة من هدى، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدى.